مشاهدينا، تشارك مجموعة NBC في الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة 43 في لفتة خاصة ومميزة جدا، حيث لف مبنى مقرها الرئيس في مدينة دبي الإعلام علم المملكة العربية السعودية وأيضا علم الإمارات، وطبعا واضح الانسجام فيه. بالضبط، يعني المجموعة مجموعة NBC فتحت الباب أمام الذين يودون مشاركة الإماراتيين فرحتهم وتوجيه التهاني لهم عبر هاشتاج خاص مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، وهو عزكم عزنا. بالإضافة إلى ذلك، فقد تعدت زينة اليوم الوطني الإماراتي مبنى NBC لتشمل الدوار المؤدي إلى مقرها في مدينة دبي للإعلام. يعني اللي زار الميديا سيتي من قبل يشوف دوار دائما عليه اشياء عن NBC، مرة ليث ونورة، مرة عرب آيدل، هالمرة احنا خلونا نشوف ايش خلينا. يعني نقدر نقول ان هذا هو اكبر هاشتاج في العالم. بالضبط. هاشتاج كبر المبنى، مو بس اكبر كحجم لانه موجود على مبنى NBC مثل ما انتم شايفين، نتمنى انه يكون الاكبر ايضا من حيث التفاعل. تفاعل بالضبط. انا عن نفسي حطيته على السياره، شفته حلو وايه حبيت.